بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الكفن، قال أبو داود رحمه الله باب في الكفن، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. كذلك أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. كذلك أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عنان. قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك وزيد من كرسف، فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقال: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميص الذي مات فيه. فذكر أبو داود رحمه الله وبوب هذه الترجمة وذكر هذه الأحاديث التي وضعها تحت هذه الترجمة. قال: باب في الكفن. قال: هذا باب في استحسان، في استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. يبقى في مسألة الكفن قال هذا الباب عقد في بيان استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة، وذكر أبو داود رحمه الله الرواية الأولى وكانت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما في القوم فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفن: إذا كفن أحدكم أخاه قال فليحسن كفنه. إذا كفن أحدكم أخاه قال فليحسن كفنه. فعلى ذلك يبقى فيها استحباب إحسان الكفن ولكن من غير مغلا، ولكن من غير مغلا. قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية: وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد. وأساسا صلاة الجنازة هي عبارة عن شفاعة يشفع فيها المصلي عند ربي سبحانه وتعالى في ذلك المريض، وبالتالي يبقى كان النهي ليس معنى ذلك النهي هو حرمة الصلاة على الميت ليلا أو حرمة دفن الميت ليلا،
ولكن حتى يجتمع العدد الكثير من الناس فيصلون على هذا الميت. قلنا لأن الميت بينتفع بهذه الصلاة، قلنا لأن عبارة عن استغفار، يبقى عبارة عن طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى لهذا الميت. لذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر وقال الممحصات التي تمحص أو يمحص من خلال الإنسان، قال إن كانت في الدنيا فهي أربعة، فهي أربعة، ذكر كده ممحصات الدنيا، يبقى والإنسان عايش يعني حي، فهذه الاستغفار، وكذلك التوبة، وكذلك الحسنات المحية، وكذلك المصائب المكفرة، يبقى دي أربع ممحصات يغفر بها ذنب ذلك الإنسان. إنسان أذنب ذنبا ثم يعني تاب إلى ربي سبحانه وتعالى توبة نصوحا وأقلع عن ذلك الذنب واعتصر القلب حزنا على فعل وتأسفا على ذلك الفعل، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، والله تعالى يتوب على ذلك العبد متى تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لذلك الله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فربنا سبحانه وتعالى حث الناس على التوبة لله أشد فرحا بتوبة أحدكم إن أحدكم براحلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في الحالة دي التوبة يغفر بها يتوب الله عز وجل على العبد نعم، وربنا سبحانه وتعالى يمحو ذنب ذلك العبد نعم إن كانت التوبة بشروطها التي ذكرها العلماء. وكذلك الاستغفار إذا أذنب العبد ذنبا ثم استغفر ربه سبحانه وتعالى لوجد رب سبحانه وتعالى توابا رحيما غفورا رحيما سبحانه وتعالى. وكذلك الحسنات الماحية بهذه الحسنات يمحو الله عز وجل بها الذنوب، قلنا كالوضوء كالصلاة كالصدقة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اقتربت الكبائر، يبقى دي يكفر بها الذنب وبالتالي تسمى بالحسنة الماحية. والمصائب المكفرة بينا طبعا أن أي نوع من أنواع الابتلاء حتى لو كان يسيرا يبتلى به العبد الله تعالى يكفر به الذنب، الله تعالى يكفر به الذنب. يبقى دي في الدنيا أربع محصات في الدنيا والثلاثة عند موتي كما يقول ابن القيم رحمه الله، منها صلاة المسلمين عليه، يبقى ده الشاهد أساسا من الكلام صلاة المسلمين عليه، يبقى بينتفع بهذه الصلاة نعم. طبعا المصلي على الجنازة بينتفع كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيرجع من الأجر بقراءات، يرجع من الأجر بقراءات، وهذا قراءة أعظم من جبل أحد، يبقى ده في حال المصلي، المصلي عليه إنه لو ده السبب في عقد هذه الصلاة، وبالتالي صلاة الجنازة عبارة عن استغفار، لذلك إحنا بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يعفو عن ذلك الميت، أن يغفر له الذنب، وهكذا يبقى في صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة شفاعة. صلاة الجنازة شفاعة، بيشفع المصلي عند رب سبحانه وتعالى في ذلك الميت، يبقى بينتفع الميت بذلك انتفع، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك وقال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل رجل بالليل حتى يصلي عليه، طب هو هنصلي عليه وهندفنه بالليل، لكن الغرض من كده كما يقول الإمام النووي رحمه الله سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضروا في الليل إلا أفراد، يبقى العدد هيبقى قليل، وبالتالي احنا عايزين ننفع الميت، يبقى المسألة كلها يبقى في الموت نقول والله ايه الوسيلة ان احنا ننفع بها الميت، ننفع بها ذلك الميت. وقيل انه كان يفعلون ذلك بالليل رداءة الكفن، وبالتالي فلا يظهر في الليل، يبقى مش هيظهر رداءة الكفن بالليل، ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لما زجر ان يدفن الرجل بالليل حتى يصلي عليه الا ان يضطر الانسان الى ذلك، وكان المقصود كما وجه الامام النووي رحمه الله يعني حضور الكثير من الناس لكي يصلون على ذلك الميت، وصلاتهم هي شفاعة عند الله تبارك وتعالى أن يغفر لذلك الميت. قال وقد اختلف العلماء في الدفن بالليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، قال هذا الحديث مما يستدل له به.
وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما توفي دفن بالليل من غير إنكار. وكذلك بحديث المرأة السوداء أو رجل الذي كان يقوم المسجد، يبقى اللي هو كان بيقوم بنظافة المسجد، فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، قال ألا آذنتموني؟ قالوا كان الظلمة ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، يبقى جواز الدفن بالليل. وطبعا الدفن حال الغروب هو ده التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وبالتالي رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يبقى بالمفهوم غير هذه الساعات الثلاثة يبقى يجوز أن يكون الدفن ليلا أو نهارا. ولكن حننظر إلى مصلحة هذا الميت، مصلحة هذا الميت طبعا المصلحة كلها في الإسراع في دفنه، ولكن نقول أقل ما في الأمر هو بعد اجتماع الأصدقاء وأحباب وأقارب ذلك الميت. مش هننتظر والله لما مثلا هؤلاء يخرجون من العمل زملات ابن الميت أو غير ذلك، لا، هو الأصل كده أن احنا نسرع بالجنازة، ولكن ننتظر لما بيجتمع الأحباب والأصدقاء والأقارب، قلنا لأن دول يعني يدعون ويطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى لذلك الميت. فيبقى الدفن بالليل قلنا لا حرج في ذلك، وجماهير السلف والخلف على ذلك، واستدلوا كما ذكر بأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. وكان طبعا هنا يعني مجموع من الصحابة كبير، ولو كان الأمر ده فيه مخالفة ما سكتت الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. قلنا لأن الصحابة ما كانوا يسكتون على المنكر، صحابة معلومة رضي الله عنهم كانوا يسكتون على المنكر. فلما دفن أبو بكر رضي الله عنه بالليل ومن غير إنكار، ما فيش حد يعني تكلم وقال ده مخالف للسنة أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى معنى النهي هنا يبقى معناه لهذه العلة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. قالوا وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع، يبقى لما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين، وطبعا ده الكلام إن هو هيبقى عدد قليل من المصلين، ونحن نريد أن ننفع ذلك الميت، لذلك يجتهد الإنسان يعني يجتهد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، يبقى إخلاص الدعاء هنا لأنه أحوج ما يكون، يعني الميت في الحالة دي أحوج ما يكون إلى ذلك الدعاء، فنخلص في الدعاء لذلك الميت، يبقى إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصلاة دي ما عقدت إلا بذلك السبب وعقدت من أجل ذلك الميت، يبقى نقول على ذلك الاستغفار وطلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى ذلك. قلنا صلاة الجنازة أساسا شفاعة، صلاة الجنازة أساسا شفاعة، ولذلك احنا لما بنيجي نمر على المقابر أو بندخل المقابر يبقى بنسلم على هؤلاء ونطلب لهم أيضا المغفرة، لأن هي ما انقطعتش بالصلاة، يعني لم تنقطع يبقى صلينا على الميت خلاص انتهى الأمر. نقول لا، حتى وانت بتدخل المقابر يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نطلب لهم المغفرة، فيبقى الشفاعة مستمرة، الشفاعة كده مستمرة. فقال أيضا قال إنما نهى لترك الصلاة لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع، قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قال في دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة، وضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنا، مش هقول والله ده ميت وبالتالي نلفه في أي خرق كده، لا، نحسن ذلك الكفن من غير مغالاة، نحسن الكفن من غير مغالاة. فقال ليس المراد في الإسراف أو المغالاة، وإنما المراد نظافة الكفن ونقاء الكفن، وأيضا أن ذلك الكفن يعني يستر به ذلك البدن، ويكون طبعا نقول على حسب الحالة، حسب حال ذلك الإنسان من غير إسراف، من غير إسراف، يبقى بما يتناسب مع حال ذلك الإنسان من غير إسراف، أو أن يكون في الكفن
أي شيء مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فليحسن ذلك الكفن. قلنا على الرغم ده ميت، يعني الميت نقوله مش هيشعر بذلك الأمر، لكن معلوم حتى في تغسيل الميت نقول إن الماء يتحمله الحي، يبقى بنغسله بماء يتحمله الحي. قلنا على الرغم إن إحنا لو أتينا بماء بارد نقول في الليلة الشتية وغسلنا بها الميت، يعني ما اعترض على ذلك، مش هيعترض اهو على كده. ولو أتينا بماء حار في الليلة شديدة الحرارة في اليوم أو النهار شديد الحرارة، ما اعترض الميت على ذلك. لكن نقول ده صورة التعامل مع الميت، حتى هذا ميت، يعني ميت نزعت منه الروح، ومع ذلك التعامل في إحسان، يعني التعامل في إحسان مع الميت. يبقى نقول نغسله بماء يتحمله الحي، يتحمله الحي في حال الصيف أو في حال الشتاء. يبقى دي أخلاقيات، ده إحسان، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، مش منه ميت ما بتحركش ولا هيعترض لا على ذلك، حتى في تغسيل الميت أن يكون بالرفق، يعني أن يكون بالرفق. قلنا على الرغم أنك أنت لو قلبت ذلك الميت بشدة ما اعترض، يعني ما اعترض على ذلك الأمر، ولكن نقول دي أخلاقيات المسلم حتى في التعامل مع ذلك البدن الميت، مع ذلك الميت. لو البدن نزعت منه الروح وبالتالي ده احنا هندفنه لانه اصبح جيفة، ومع ذلك الاحسان في التعامل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان نحسن الى ذلك الميت باحسان الكفن من غير مغالاة، نحسن الى الميت من غير مغالاة في مسألة الكفن. ذكرت ايضا عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حمرة ثم أخر عنه. يبقى ده نوع من أنواع البرد مخطط ثم نزع عنه، ثم نزع عنه، فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج في هذه اللفائف. يبقى الميت احنا أساسا بنلفه في هذه اللفائف، يبقى عبارة كده لا فيها قميص ولا فيها عمامة، لا فيها قميص ولا عمامة، ولكن بيدرج في هذه اللفائف. فكفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي بدأ الميت هيكفن في هذه الأثواب الثلاثة، يكفن في هذه الأثواب الثلاثة، لا قميص فيها ولا عمامة كما قالت وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي يبقى في الثوب اللي هو اساسا المخطط يبقى ادرج فيه ثم نزع اخر عنه، وتم لف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاثواب اليمانيه البيض ولا عمامه فيها ولا قميص كما قالت عائشه رضي الله عنها. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حمرة. يبقى في نقول الأمر بتكفين الميت في ثوب حمرة، ويبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العمل على ما ذكرت عائشة أن الميت يكفن في هذه الأثواب الثلاثة، لا قميص فيها ولا عمامة، لا قميص فيها ولا عمامة. البعض طبعا قال يبقى ليس فيها قميص ولا عمامة، ده من ناحية العدد، يعني يكفن في ثلاث أثواب يمنية غير القميص والعمامة، يعني القميص والعمامة مش من الثلاثة، يبقى زاد على ذلك. فالبعض يقول أن الميت هيكفن في ثلاث أثواب يدرك فيها، وبعد ذلك أيضا هيوضع عليه القميص والعمامة، ولكن غالب العلماء أنه هو هيدرك في هذه الأثواب اللفائف دون أن يكون فيها قميص ولا عمامة. لكن البعض فسرها يبقى قال ثلاث أثواب يمنية بيض ليس فيها قميص، أي ليس من عددها، يبقى القميص والعمامة مش من عدد الثلاثة دي، يبقى الثلاثة دي منفصلة عن القميص والعمامة، فيدرك في الثلاثة وبعدين القميص والعمامة. وده يعني قول الإمام مالك رحمه الله، ولكن العلماء على عدد الكفن ثلاث أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي أن الميت يكفن ويدرك في هذه اللفائف الثلاثة فقط. أيضا في رواية قالت عائشة رضي الله عنها من كرسف، يبقى من قطن، يبقى ثلاث أثواب يمنية من قطن أساسا، وبيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. يبقى ده كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولذلك ذكرت
لما ذكر لها قالوا في ثوبين وبرد الحبرة، قالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، لم يكفن فيها. يبقى فعلا جاءت البرد ولكن لم يكفن في ذلك، ولكن كفن في هذه اللفائف في ثلاث أسوان بيد يمانية بن كرسف كما قالت عائشة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أسواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميص الذي مات فيه، هي هذه الرواية ضعيفة الإسناد، والعمل على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أسواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، وده العمل على ذلك. والرجل كالمرأة، الرجل كالمرأة، لكن حيزاد عند بعض العلماء بالنسبة للمرأة أيضا حيبقى يعني قميص وخمار، أو يعني جلباب وخمار، أو ملحفة وخمار، يبقى ده حيزيد للمرأة إن هو أساسا درع وخمار، يزاد بقى على الثلاثة درع وخمار. لكن المرأة كالرجل، المرأة كالرجل، وإن لو تم لف المرأة في هذه الأسباب الثلاثة ولكن وجدنا ما زال بعض بروز البدن، يبقى ممكن نزيد على ذلك، يزيد على ذلك، أو إن إحنا أساسا في درع وخمار زيادة عن الثلاثة، فهذا أستر بالنسبة للمرأة، أستر بالنسبة للمرأة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كراهية المغالاة في الكفن، يبقى ما نغليش أساسا في الكفن، لذلك قال باب كراهية المغالاة في الكفن. ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا يغالى في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا، فإنه يسلبه سلبا سريعا، يعني نقول أنه بيبلى سريعا، بيبلى سريعا، يبقى يناسب كده أن احنا نحسن الكفن من غير مغالاة، يبقى هنحسن الكفن من غير مغالاة، يبقى نجمع بين الأمرين، يبقى مش إحسان الكفن معناه المغالاة في الكفن، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الكفن بيبلى سريعا، بيبلى سريعا، يبقى إحسان الكفن يبقى في نظافته ونقائه وفي ستره للميت، وكذلك أنه يكون يعني من يعني كفن وسط، يبقى التوسط في اختيار الكفن، لكن نقول هذا كفن يكون نظيفا أيضا نقاء الكفن، ويكون أيضا ساتر لذلك الميت من غير إسراف، غير إسراف، يبقى على ذلك نقول يبقى لا نغالي في الكفن، يبقى نقول التوسط في ذلك الكفن، وده إحسانه يبقى في نظافته ونقائه وستر لذلك الميت. لذلك قال لا يغالى في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن، يبقى فيش إسراف، فيش مغالاة، فإنه يسلبه سلبا سريعا، يبقى حيسلب أي إن هو حيمزق وكذلك يبلى سريعا. وطبعا على ذلك نتخير التوسط في ذلك، وأن يكون نظيفا ساتر الميت وأيضا النقاء. ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. يبقى قال خباب الأرد رضي الله عنه، كان خباب الأرد رضي الله عنه لما عادوا أبو وائل، أبو وائل ده عاد خباب الأرد وكان مريضا، كان دائما بيترحم على مصعب بن عمير، دائما كده يترحم، يعني يقول يعني يترحم على مصعب، مات مصعب ولم يوفى من أجر في الدنيا شيئا، يعني إيه مات وأجره كاملا، قال أجرنا فوقع أجرنا كاملا على الله، فمن من مات يعني قبل أن تفتح عليه الدنيا، وكان خباب الأرد رضي الله عنه أرضاه، يبقى نتيجة الحروب والغنائم وعنده البستان، فكان بينظر دائما إلى بستانه ويترحم على مصعب بن عمير رضي الله عنه، قال مات يعني ولم يوفى شيئا من أجر في الدنيا، يعني هو بيذكر كده أن ده طبعا يعني بعض الأجر لما بيوسع ربنا سبحانه وتعالى عليه على الإنسان في الدنيا، فلذلك بيترحم كثيرا على مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، يعني كساء كده، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، قلنا كساء
يعني نقول ليس بالطويل، ولكن يعني نقول ان هو كاسي البدن ولكن اقدامه ظاهره. وطبعا نقول ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يطبقون سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما كان الكساء عندهم وما كان يعني ذلك القميص بيبقى تحت الكعبين ولكن فوق الكعبين بل الى انصاف الساقين، يعني ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. قلنا اساسا تطبيقا للسنه وقله الملابس عند الصحابه ايضا رضي الله عنهم، يعني نقول انا مصعب بن عمير لم يجدوا عنده شيئا حتى يعني يكفن فيه، فكفن في تلك النمره التي مات فيها كما قال خباب بن ارد رضي الله عنه، قال اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه، واذا غطينا رجليه خرج راسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه واجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر. فمصعب بن عمير معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى المدينه ويعلم الناس القران ويفقه الناس في دين الله تبارك وتعالى. وده طبعا قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير رضي الله عنه هيئ المدينه لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيئ المدينه لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم يعني كيف دخل الناس على يديه في المدينه في دين الله تبارك وتعالى، فكان يقرئهم القران وكان ايضا يفقههم في دين الله تبارك وتعالى. وعلى الرغم ان هو كان في الجاهليه معلوم ان مصعب بن عمير كان من انعم الناس عيشا وأليان لباسا وأحسنهم جمالا، فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال في ذلك يا خباب رضي الله عنه فإذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من إذقه. يبقى قلنا أصلا كده أول حاجة نفعلها لو كان يعني الكفن قليل يبقى اول امر بنفعله بنستر العوره، نستر الزاد عن العوره يبقى يكون الستر الى اعلى، يبقى الزاد عن يبقى الكفن قلنا لو ما جدناش غير ازار، يعني احنا مثلا في مكان كده لما نجد الا ازار يبقى هنكفن الميت بذلك، يبقى لما نيجي نكفنه الاصل ان احنا نستر العوره، والعوره من السره الى الركبه بالنسبه للرجل. طب ان زاد عن ذلك يبقى ياتي الى اعلى، يبقى نقول ان هو يبقى زاد في ذلك الكفن بنبدا بأعلى البدن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا رجلي شيئا من الإذخر. يبقى هنا تغطية الجانب الأعلى يبقى بعد ستر عورة، وبعد كده إن كان هناك فضلة بنغطي القدمين. قال الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أن الكفن من رأس المال، وأن الميت إذا استغرق كفن جميع التركة كان حق بها من الورثة، لأن ده حقه. نقول له لو كان الميت ده مات وترك تركه وعليه ديون، عليه ديون حتى، نقول لا يكفن اولا من راس ماله وبعد كده ما بقي يسدد به الدين. طبعا التكفين اللي هو الكفن، الكفن ونقول توابع ذلك الامر، لكن مش الاشياء المبتدعه، مش والله يعمل له سرادق او ناتي بمقرئين وندفع من ماله، لا ده الكلام ده بالنسبه للكفن التكفين وما يستدمع ذلك قلنا حتى يورى في التراب، حتى يورى في التراب، لكن الشيء المبتدع عند الناس يبقى دي اساسا، لان البعض بيخطأ خطأ كبير. مثلا توفي رجل وعنده اولاد صغيره، فبيجي عم الاولاد، عم الاولاد يقول لك لازم يعمل له حاجه تليق به، وبالتالي نقول يعمل ذلك الصرادق. لو من ماله نقول هو يعني تكفل ذلك، لكن في غالب الاحوال بيكون من مال الايتام، يعني من مال هؤلاء، يقول لك هو تارك مال. وعلى ذلك نقول حتى لو كان غنيا، الميت ده غني، وبالتالي في الحاله دي لا يجوز، هذا مال ايتام. اول ما مات الرجل ده يبقى على ذلك انتبه ان ده المال ده بيقول للورثه دول ايتام، دول ايتام، وبالتالي لما تتصرف في مال اليتيم تتصرف بما يعود عليه بالمنفعه. نقول والله ده مال الرجل ده وده رجل غني ومش هيأثر المال، حتى لو لم يؤثر ذلك المال ليس لك حق التصرف، ده اصبح مال ايتام، وبالتالي ان تصرف فيها رجل او الوصي يتصرف بما يعود بالمنفعه لذلك اليتيم. لكن طبعا دي تصرفات موجوده من الناس، تصرفات موجوده من الناس وطبعا كلها خاطئه. اولا الخطا في يعني في نقول شد ذلك الصرادق اولا، ثاني امر ان هو بينفقه من مال ذلك الميت وده مال يؤول الى الورث، خاصه لما بيكون في ايتام،
خاصة لما يكون في عتاب، وعلى ذلك نقول هذه البدعة جر وراءها مخالفات كثيرة. فلذلك قال الفقه أن الكفة من رأس المال، يكفر ابتداء من رأس المال قبل ما يبدأ التصرف، يعني نقول والله هنسدد الديون أو في وصية نخرجها، أو يبقى بعد كده باقي المال هيقول للورثة. أول حاجة يبقى ده يكفر من رأس المال، يكفر من رأس المال يبقى قبل تسديد الديون وقبل احتساب كمان الوصية لو كان هو أوصى بشيء، يبقى الكفر ده من أصل من رأس المال. لذلك قال البيت إذا استغرق كفر جميع التركة كان حق بذلك من الورثة، بل هو قلنا يعني الدين حتى لا يسدد إلا بعد تكفير ذلك الرجل ويكفر من رأس ماله، وباقي ذلك هيبدأ التصرف فيه على حسب بقى الأمر، كان عليه دين هنسدد، كان في وصية هنخرج الوصية، وبعد ذلك يقول باقي المال بقيت فيه فضلة إلى الورثة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن، لكنها رواية ضعيفة يضعفها المحقق. فخير الكفن هو ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يدرج الرجل في هذه اللفائف الثلاثة، والأفضل أن تكون لفائف غيض كما قالت عائشة رضي الله عنها وصفت من كفن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في كفن المرأة، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. وكان أخي بيقول بعض الناس، يقول بعض الناس أن البنك بيستثمر الأموال المودعة في مشروعات ويأتي ربح العملاء الذين أوضعوا هذه الأموال، فيقولون أن هذا الربح فإذا ليس ربا، هو شاغل الأموال يعطيهم الربح. يعني يقولوا أن البنك بيستثمر الأموال دي، إحنا طب فين المشاريع بتاعت البنك؟ فين المشاريع؟ يعني هل هي مجرد المقولة كده؟ يعني قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، فين المشاريع بتاعت البنك؟ يعني البنك بقى مالك مصانع، مالك مثلا متاجر، مالك، لا، البنك ده هو تجارته في المال، تجارته كده في المال، هو ده المؤسسة دي يعني بنيت من أجل ذلك. لما نرجع إحنا لقانون البنوك والناس اللي هي أساسا يعني حطت اللبنة بالنسبة للأمر ده، هو البنك كده شغله كده، إحنا بنسميها استثمار، لا، شغله كده في من الوداع والقروض، يعني شغله كده. البنك يقسم شغله إلى أمرين، يبقى جانب خدمي واللي هو الجانب الاستثماري ده اللي نقول عليه الاستثماري، ده هو شغله أصل شغله. خدمي ده هو نقول ده شغله قليل جدا، ما يجيبش العائد اللي هو يعني يعطي بها الرواتب حتى، لأن ده أصل شغله الاستثمار، ودائع كده هو أساسا ويقرض الناس. أنت بتضع ودائع، هو يضعها في أماكن أخرى ويقرض الناس بفائدة أكبر، والفرق ما بين الفائدتين هو بياخدها. ده البنك أساسا شغله كده. يعني احنا مش هنتكلم بقى الناس اللي اسسوه وحطوا القانون بتاعه، يعني قالوا ان دي اساسا عباره عن قروض، الودائع دي كلها بيقترض البنك، وبرضك هو الودائع اللي هو بيضعها في بنوك اخرى او بيقرضها الانسان كلها ماشيه بالقروض، ده شغله الاساسي. فنجيش نقول والله ده في ناس بيقول ده هو ليه مشروعات، طب فين المشروعات كده؟ نقول فين المشروعات؟ يعني فين المشروعات مثلا بنى وحدات سكنيه كده مثلا، يعني او تاجر في سلعه معينه، أو أنه هو بنى مصانع، مصانع دي تبعه، ده مش شغله أساسا، يعني مش شغله، شغله هو أساسا في أنه هو مؤسسة كده مالية، مؤسسة مالية. فنقول والله اللي يقول بقى بيستثمر ويفعل كذا وكذا، كلام هلامي، طب نحط إيدينا على الكلام ده، فمفيش كلام ده أساسا. قال فهل هذا صحيح؟ لا طبعا مش صحيح، وهذا يفعل أراد وضع أمواله في البنوك بغير ربا، يعني هيضعها كده في حساب جاري، يعني هو البنك برضك بيستفيد بيها. البنك اساسا بيستفيد فيه. فاحنا على اساسا الافضل ان احنا لا نضع المال ابدا الا ان احنا خفنا فعلا من سرقه ذلك المال، الامر غير مامون وخفنا من السرقه، يبقى ده اساسا ايه هنضعه يعني كخزينه، يبقى نضعه كده ان البنك كانه بياخد اجره نتيجه حفظ ذلك المال، حفظ ذلك، لكن الافضل ان احنا ما نحطوش باي صوره صور حتى لو كان بدون فائده، لان ليه استعمالات عند البنك، ليه استعمالات، لأن اللحظة الساعة لها ثمن أساسا، الساعة هناك لها ثمن يعني، وبالتالي يبقى كل ساعة بتمر كده على المال لها ثمن أساسا بيستفيد بها البنك، فالأفضل إن احنا ما نضعش إلا إن احنا اضطررنا إلى ذلك.
كنتيجة ان المال كثير والشاهدين يعني فرصة ان احنا نضع فيها المال في شيء مثلا مشروع مشروعات وخايفين منه الضياع والسرقة والامر غير مأمون يبقى نضع. ولو اخترنا يبقى نختار اي بنك من البنوك الاسلامية. هل يجوز ان يوصي الميت بان تكون سيارة اذاعة ذلك مثل ما يحدث ونيته في ذلك انه من الممكن ان يكون احدهم مستجاب الدعوة ونيته ايضا الا يحرم الناس من الاجر؟ لا من نيته اللي هو ما يحرمش الناس من الاجر لا ما يعني نزعش الكلام ده. يبقى سيارة بتكون كده بتمشي في الشوارع نقول لا يعني هو الاصل كده انك انت بتخبر الاقارب والاصدقاء ده الاصل يعني انت تخبر اقارب والاصدقاء. فعلى ذلك السيارة اللي بتعمل ده يقول لك عشان يعني الانسان يكون مستجاب الدعوه ونيته ايضا لا يحرم لا ما فيش الكلام ده. البعض بيقوم بتطليق الزوجه على ورق لغرض الحصول على معاش والدها للمساعده في المعيشه مع زوجها. الحياه صعبه اليوم هل يجوز؟ لا ما يجوزش لا يجوز. تبقى في ساعات حتى تبقى امراه مثلا مات عنها الزوج وبعد كده تتزوج بس يقول لك مش هتتزوج بورق رسمي عشان المعاش ما يزدادش منها. لا ده سرقه ده لا يجوز. يعني المال ده بيعطى المساعده لان المراه ليس لها عائل انما الان اصبح دلوقتي هي يتكفل بها الزوج الجديد فيبقى نقول معاشها يبقى الاولاد لكن هي اساسا تخرج من ذلك. اللي بيحصل ده تلاعب ده برضه كثير التلاعب ده وده مال محرم يبقى ده مال محرم ما يجوزش هذه الصورة أبدا وكذلك احنا نخش مسألة الطلاق على ورقة دي حيلة يعني هي أولا حيلة عشان نستجلب خلالها مال حرام حيلة كمان عشان نستجلب بها مال حرام فده لا يجوز أبدا. يعني بيبقى هو يطلعها كده عشان تاخد مال معاش والدها أو جزء من معاش والدها وهو يرجعها كده خلاص وبالتالي يبقى هم في الحالة دي يعني حصل على ذلك ما يجوزش أبدا مال حرام. وقلنا برضك المرأة اللي هي توفي عنها الزوج مثلا وكان ليها معاش او كانت لها معاش مثلا والدها واللي تزوجها قال مش هنكتب ورق رسمي عشان يعني نحصل على المعاش نقول لا ما لا يجوز هذا لا يجوز مال حرام مال كده حرام. الأخ بيذكر الإخوة بافتتاح معرض الكتاب الدولي بالقاهرة بالأمس جزاك الله خيرا يعني. والسائلين دول بقى صندوق التكافل الاجتماعي ويسدد بالبنك صفة سنوية يصرف عند سن المعاش مبلغ متجمد. صندوق التكافل الاجتماعي ويسدد بالبنك ما صندوق التكافل الاجتماعي ده فين؟ يعني في شركة ولا إيه؟ وشكله إزاي؟ يعني هو ايه مش مجرد صندوق التكافل الاجتماعي لازم نشوف اللائحه اللي هي بتنظمه وكذلك هو في شركه ايه اساسا ده في شركه ولا تبع ايه بالظبط. يعني صندوق الرعايه الاجتماعي ويتم خصم بالنسبه سنويا يصرف مبلغ عند سن المعاش. الاشتراك في النقابه وسداد المبلغ سنويا يصرف في صوره معاش شهري عند سن المعاش. هي النقابه يعني ده نقول فيها منافع تانية يعني المنقابه بتشارك في النقابه وده هيبقى مثلا نوع التكافل ما بين الناس بتصرف بعد كده معاش. ده النقابه والنقابه اساسا يعني هي مش مؤسسه عشان المعاش بس ولكن لها نقول ادي والله لها مثلا اطباء لها ساعات بتبقى مساكن لها كذا وكذا يبقى كل ده حسب يعني الامر انما هو مش سداد اشتراك النقابه ده المعاش بس منها المعاش فده نوع من انواع التكافل ما بين الافراد. لكن صندوق التكافل صندوق الرعايه الاجتماعيه اللوائح بتاعته يبقى هو شركه ايه كده ويقول لنا اللوائح بتاعته ومن خلال اللوائح احنا اساسا بنحكم يعني لان في لوائح حكم الامر دوت. موظفون يعملوا في احد الشركات العالميه الاجنبيه عن طريق شركه التوظيف عماله ولا يحصلون الا على رواتبهم فقط. متعاقدين مع الشركه وشرط رسميين في نظر القانون يحصلون على امتيازات اخرى كثيره وعلاوات وحوافز واثناء مراجعه لقانون العمل المصري وجد ماده 79 تنص على وجوب المساواه بين وظائف الشركه الرسميين وبين الموظفين الذين يعملون بعقود بالباطل مثل بل قد قال الشارع في كتاب القانون اسباب وضع هذه الماده وغلق الباب لمساواه الشركات التي قد تحايل على بعض الموظفين غير عقود بالباطل عن طريق القولين وقمنا باختبار
هل يحل لنا أن أستقطع جزء من حقي بعد ثبوت له دون علم الشركة إذا كان بإمكاني؟ لا ده كلامك، إحنا مش عارفين العقد بتاعك إزاي، العقد وبنوده. أنت لما جيت تتعين من الباطن مثلا في عقد، العقد وبنوده بتقول إيه؟ يعني أنت جيب لنا بنود العقد ونتكلم إن شاء الله تعالى في المسألة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مستقيم يا ليالي ويا مطلي.